هذا موضوع عزيز إلى قلبي، لأنني أتشرف بأن أقول أنني خدمت على مجلس المنظمة العالمية للتجارة، وتحديداً لمشروع مستقبل التجارة العالمية. لابد من وجود منظمة التجارة، وللتاريخ أقول إذا ردنا أن نتذكر، في نهاية الحرب العالمية الثانية وبين خلال مفاوضات بريتن وودز التي أنتجت ثلاث قرارات: صندوق الدولي النقد، صندوق النقد الدولي IMF، البنك الدولي World Bank، وكذلك منظمة التجارة العالمية. وقام المشروعان الأولان أي جرى تنفيذهما على الأرض خلال سنوات قليلة. أما اتفاق منظمة التجارة العالمية فلم يتم التوصل إليه إلا بعد عشرات السنين، وتحديدا في عام 1996. لماذا؟ لأنه خضع لجولة مفاوضات بين الدولة الأعظم والتي كانت تقود هذه المفاوضات وما تزال، الولايات المتحدة الأمريكية، وكان على المفاوضين أن يحصلوا على موافقة الكونغرس على كل جولة، لأن ذلك بالدستور الأمريكي أن التجارة الخارجية هي من صلاحية الكونغرس وليست من صلاحية الرئيس ولا من صلاحية الإدارة. فبالتالي هذه المنظمة أهدافها نبيلة، وهي تنظيم العلاقات التجارية الدولية بين أقطار العالم كلها، وإخضاعها لنظام موحد، وتطبيق العدالة في حكم هذا النظام، لأن هي المنظمة الدولية الوحيدة التي في داخلها مؤسسة اسمها القضاء التجاري، وإن كانت تسميتها الكاملة Dispute Settlement System، هنالك محكمة لفض النزاعات بين الدول، وتعتبر هي المحكمة النهائية والفاصلة في كل الخلافات، وذلك بموجب توقيع كل الدول على عضويتها في المنظمة العالمية للتجارة، والتي هي تشكل أكثر من 98% من مجموع تجارة العالم. نحن بحاجة للمنظمة، ولكنها معطلة بسبب عدم تطبيق سياساتها ومعاييرها، لأننا كما قلت لسنا في نظام عالمي مقبول وموحد، وليس هنالك قيادة عالمية تأمر بالسياسات الواجب تطبيقها. Thank you.